دلوقتي مشاهدينا نطلع نشوف مع بعض تقرير عن ختام البطولة العربية لكرة السرعة، ونطلع لفاصل ونرجع مرة تانية لحضراتكم في تايم لايف. الحمد لله، فعلا هي بطولة انا عايز احكيك، يعني ظروفها كانت صعبة جدا، 12 يوم فقط بعد اعتذار دولة الجزائر لظروف خاصة. كل الدول اتفقت ان البطولة تقام في مصر، تعرف طبعا هي الام والامان والاستقرار وسهوله التاشيرات والوصول ليها كلها حقيقه يعني. وبرضه يعني الحمد لله، يعني تخيل الدوله كلها وقفت معانا مع الاتحاد المصري ان هو البطوله تقام، الاجراءات الامنيه كلها اتسهلت للدول، التاشيرات كانت سريعه جدا، وزاره الرياضه بكل قطاعاتها، وزاره الشباب قطاع الشباب بالذات كمان عملنا عرض الافتتاح والختام، طلايع الاستاذ عزه الدوري، كل ده كانت منظومه حقيقه اللي احنا نوصل النهارده 9 دول عربيه في 12 يوم. نجاح الحمد لله كبير جدا، انتشار زياده للاستمرار لانتشار اللعبه على مستوى الوطن العربي ان شاء الله. يعني لولا الوقت اعتقد البطوله دي كانت يبقى فيها 15 دوله، والفترة الجاية هتبقى دول أكتر من كده. 9 دول عربية في نادي الصيد في أكتوبر في الصالة المغطاة الجميلة اللي أنا أول مرة الحقيقة بحضر فيها. مستوى جميل جدا جدا، وفكر رائع أن يتجمع الدول العربية 9 من الدول العربية، ودي حاجة كبيرة مش شوية. بنهنئ الاتحاد العربي، بنهنئ المستشار عمرو حسين، بنهنئ الاتحاد العربي والاتحاد المصري، وبنهنئ مصر على استضافتها. سعيد جدا بهذا التجمع العربي، دائما مصر هي جامعة للدول العربية، هي دائما تنظم بطولات وأنشطة وبرامج رياضية لصالح الرياضة العربية. هذول الشباب والفتيات اللي مشاركين هنا ما جوا من بلدانهم إلا ليتنافسوا على أرض مصر الحبيبة. كلنا سعداء بهذا التجمع، ما شاء الله تبارك الله على مصر وعلى تنظيمها لهذه البطولات. الأمير طلال بن بدر رئيس اتحاد اللجان سعيد ويتابع هذه البطولات العربية التي تقام على أرض مصر، وتواجدنا هنا هو خير دليل على أننا نتابع هذه الرياضات ونتابع هذه الأنشطة والبرامج التي تقام في مصر. البطولة كانت فيها منافسة جديدة، مصر والسودان كان النهائي. السودان بسم الله ما شاء الله، يعني المستوى فاجئونا بيه السنة دي عن كل سنة، والحمد لله يعني قدرنا نحقق المركز الاول في زوج الرجال. بصراحه التطور كبير قوي في المستوى السنه دي، السودان واضح ان هم عندهم شغل كويس. كل سنه في البطوله هنا بيبقى المستوى بيبقى نوعا ما اقل من كده من المنتخب السوداني. السنه دي واضح ان في طفره عندهم، وعندهم لعيبه كتير طالعه، واضح ان هم هيبقى ليهم باع كبير يعني في اللعبه الفتره الجايه.